قائمة المنتخب الوطني نحطها قدامنا على الشاشة محمد الشناوي مصطفى شوبير وعواد والمهدي سليمان في حراسة المرمى محمد عبد المنعم ربيع ياسر ابراهيم بكهم محمد هاني اكرم توفيق حمدي فتوح مروان عطيه وفتحي وكوكا امام عاشور احمد سيد زيزو ناصر ماهر محمد صلاح مصطفى فتحي تريزيجيه مصطفى محمد محمد الشامي احمد امين افه ومحمد شريف في خط الهجوم دول المحليين ويبقى الدوليين. ده عايز عايز اقول عايز اقول لحضراتكم ان دي قائمه المنتخب اللي ما فيهاش بالنسبه لنا نقاش لان انا صاحب نظريه، الدعم ثم الدعم ثم الدعم وبعد انتهاء اللقاءات الحساب. حسام حسن يستاهل مننا الدعم والمسانده، يختار اللي يختاره نتفق فنيا نختلف نقول اصل الحكايه ولكن في النهايه بعد ما يخلص نحاسبه الان هو دورنا في دعم حسام حسن اللي بتمنى له كل التوفيق عشان تكمل فرحتنا افريقيا كونفدراليه سوبر افريقي ونوصل كاس العالم وتبقى الكره المصريه في حته ثانيه ان شاء الله باذن الله دي القايمه وفي كمان خمسه محترفين بالتوفيق ان شاء الله باذن الله للعميد الكابتن حسام حسن